لذلك لا أحد ينصدم رجاءً يا شباب. طلعت النتيجة النهائية والفريق الفائز معنا اليوم واللي أخذ 600 خطوة في هذا اليوم هو الفريق اللي فاز معنا اليوم. الجميع فاز معنا ب 600 نقطة اليوم. ألف ألف مبروك، متعادلين وكلكم 600، والله تستاهلون 600 600. طيب ترى فعليا تعادلتوا يا شباب، 33 نقطة، 33 نقطة، والله تستاهلون يا شباب. أخذتوا 33 33، واضح 33 33 بالضبط، بعد ما جمعنا نقاط الإعداد. يعني هذه صدمة صراحة، أول ما توقعت إن في تعادل، توقعت في شيء يعني، وكانوا بتكون 300 300، بس طلع أنتم الفائزين كلكم، فقالوا ياخذون 600 600، وأنتم تستاهلون، وألف ألف مبروك للجميع. واسمحوا لي أنا أقدق معكم شوي، يعطيكم ألف عافية. يعطيكم ألف ألف عافية.